السلام عليكم اخوتي، معكم صديقكم صبريكو في لغه واش برو هالا كما ترون معنا صديقنا يدعى عماد. يمكنك ان تعرف عن نفسك صديقي. السلام عليكم اخوتي، معكم عماد. انا فقط مجرد يوتيوبر بريء وصغير في القناه الذي محتوى جيمينج وانيميشن، ونعم فقط، واستمر في التطور. وشكرا صديقكم على الاستقبال الجميل. لا شكرا على وجهك. انت الاخير. حسنا، اختر شخصيتك. سوف نلعب لوحدنا، واستطيع ان اختار المود الذي سوف نلعب عليه. حسنا، تعرف WWE؟ اوكي، المصارعه. اوكي اعرفها. سوف ندخل الى حلبه المصارعه. انت لم تخبرني قبل ان نشوف عليها. 3 2 1. انت شخصيات لديها اسرع. نعم. من البدايه. نعم نعم، انا الذي لم اخبرك. خطوه خطي، هذا هو الاسلحه، خذ. اوكي، يمكنك التدرب. هناك 3 ضربات، الضربه الخفيفه والسريعه، وهناك الضربه القويه. حسنا، او لم تخبرني عن سر رمي السلاح. نعم هناك رمي سلاح. تقدم الى الامام وهاجم بالضربه القويه. انها تصدي، اي مثلا ارمي عليك سلاح وقم بفعله يا رجل. حسنا، افعلها. حسنا، بدون التفادي، من دون ان تقفز او التفادي. افعل هذا، خذ هذه يا رجل. او ماي جاد، سريع. اوكي، او ماي جاد، سوف اوريك. سنان يا رجل. ها لنبدا. هيا 2 3. جو. ما لديك، انت تلعب باقوى شخصيه. اذا لم قال لست اعلم، قلت لك انها اول مره. او يا رجل. تعال الى هنا. هنا في اي لماذا ترمي كل شيء؟ اضرب بالعاديه ثم في نفس اللحظه انتقل الى الضربه القويه، وسوف تقوم بالكونتر اتاك. والله قطعتني. تعال الى هنا، خذ هذا. نايس. حسنا، هذا عندما يبقى من هيلثك القليل. ماذا الذي حدث؟ عندما يبقى من هيلثك القليل سوف تطير مباشرة. سوف أضربك بدون سلاح. أوه ماي. يا رجل. أنت تألم بسرعة. ها. واو. تعال. نايس. What? يا لها من حركة. لا. يستفزني هذا. نايس. حتى المكان أو تختار. دحور أندم. اوكي. او ماي جاد، فيت. ها هي بيترا اخيرا، سوف اقضي عليك الان. بيترا هي اقوى شخصيه بالنسبه لي. حركتها تشبه دراغون بول بشكل كبير. او ماي جاد، بدون اي سلاح انت لست سهل. هيا حتى فيت قوي. هاي. او ماي جاد، انت تعتمد على الضربات السريعه. ها، وترمي سلاحك. يا غشاش، كيف عارف؟ او ماي جاد، انت ترمي الاشياء فقط. حسنا، انا سريع. او ماي جاد، لقد خدعتني. اقترب فقط. الوداع. تعال الى هنا يا رجل. اخ، تستطيع، يبدو انك لا تعرف هذه الحركه. عندما تقفز تستطيع ان تدفع نفسك بالضربه، فهمتني؟ فهمت. تعلم ان
أن كلا شخصيتين يعدين ميت يعدين من تخصص السحرة. يعني؟ تخصصهما ساحر، كلاهما لديهما نفس الوقفة. كلا نعم. كلانا ساحر. هناك او ماي جاد او ماي جاد يا ايها المخادع تعال يا او ماي جاد من هنا الوداع او ماي جاد نحن متعادلان حسنا خذ هنا هنا او ماي جاد او ماي جاد هنا حسنا سوف اتساهل معك لا تتساهل صديقي لا لا سوف اتساهل لديك نقطة أخيرة أهلا لحظة أنت لم تخبرني أني يمكنني أن أقوم بحركات في بحسب ضغطي لجهة الفأرة جهة المفاتيح والمفاتيح لا لم تخبرني هذا ما قلت لك هذه حركة أخبرتك. ابتعد فقط ابتعد عن هاك ها هذه حركة نعم وهذه حركة نعم هذه ابقى هناك هذه حركة نعم أنا هذه حركة أجل هذا وهذا مكتوب على أخبرتك لكنك لم تخبرني صديقي لم تخبرني لنلعب إذن لنجرب كل المودات الموجودة ما رأيك بمود ستيفن يونيفرس؟ هل شاهدت هذا الكرتون؟ نعم شاهدت إذن من الأحسن الآن أن تختار شخصية سريعة طبعا أنت ترى الميزات في الأسفل حسنا اختار الشخصية الأسرع عندك لأن هذه المرحلة تعتمد على السرعة حسنا اختاري هذه وهيا لنختار مكان ستيفن يونيفرس بما أن المود أصلا عل هيا اختر ايبي في السابريكو خريطة رائعة انتظر قبل أن تضرب انتظر المود هو عبارة عن أول واحد يضرب الآخر يفوز أوكي فهمت؟ حسناً الذي يضرب الآخر أولاً هو الفائز طبعاً لقد نسيت أن نضع عداداً إلى أي حد يعني أن تستمر في ضربي حسناً هيا بنهي أنا ضربت يا رجل فهمت حسناً هاي أوه مان مان أنت أم أنا لا 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 بل أنت. أنت 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 الذي ضربت أنت لديك لا بل أنت واحد أوكي حسنا الموسيقى رائعة يا رجل أزل لقد دربتني حسنا الموسيقى رائعة عالم إنها ريميكس لافتتاحية ستيفن هيا طبعا هذه المعارك كلها التي خطتها معك لا تقارن بشيء عندما تلعب مع ناس كثر او ماي وات انت اسرع مني حسنا انت محظوظ حسنا هذه لك وات اوكي جاد وفقوا نايس يا حسنا اخر ضربه سأضربك هذه المرة أو لا تحتسب ضربة الرمل لا تحتسب صدقني نعم هيا اضرب وانت ترمي تعال اضرب وانت ترمي لا اضرب وانت ترمي لن تحتسب خذ تفضل رأيت لا مجال للغش اوكي لك كذلك خذ سلاحك اوكي هيا او ماي جاد او ماي جاد او ماي ضربة مجد واو ود لا 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 اوه ماي جاد كان ذلك وشي كان اضربك بهذه الحركة اوكي ما علي هذا السلاح مقرف الذي عندي سلاحك جيد سأنهي الأمر هاي وات كان ذلك وشيكن لا يا رجل وات طبعا إذا سقطت احتسب لي أوكي أخيرا هذا سلاح يلا تعال إلى هنا من هنا يا طيب أوه ماي جود تعال
واو من يس 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 انا نايس 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 المود جيد ها جيد 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 أتريدون أن نلعبها مجدداً أم نغير؟ هل هناك مود آخر؟ هناك الكثير من المودات. انتظر لحظة. ما رأيك في مود كرة التلج؟ كرة القدم أحسن. آيزايا. اختر شخصية لديها فأس. شخصية لديها فأس؟ نعم. ستحتاج إليها. كي. تيروس. أوكي. أنا سأختار رومان. طبعاً أنت الأزرق وأنا الأحمر. أوكي. وكيف س؟ من يسجل؟ سوف ترى سوف ترى تسجل أهداف ليست فيفا أو شيء من هذا القبيل. ها هي ذا أنت هنا وأنا هنا ونضرب الكرة نضرب الكرة وليس نحن مثل هكذا وهكذا وهيك الموت صعب هيا 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 لا 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 خذها المرة الثانية تسجل على نفسك لا آه نايس هزل واو لحظة لحظة صديقي اوكي اوكي لقد كانت حركة أمي يعني انت كنت أرحم عندما سجلت على يا رجل لا 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 تفعل لا تفعل لا 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 او ماي جاد ليف مي الون أجل أجل نايس أنت تغش انزل 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 هذا غش انزل لماذا انزل لماذا لا تأخذ لماذا تغش أنت أيضا او ماي جاد لا لا غش حسنا سأعطيك فرصة أخرى أنا حقا سيء يا ديما لا لا عادي حتى أنا كنت سيئا ماذا؟ تعتقد أن أنا ولدت وأنا محترف؟ هي هي أوكي سأختار هذا أوكي 3 2 1 Brawl لا أحد يطلع على تلك المنصة أوه ماي جاد يس يس يوم انت حس لا 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 انا اصعد على هذا انا اعتبر هذا غش نايس 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 ما هذا ما الذي تفعل قد انقلب السحر على السحر لا 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 ايوه الغشاش ايوه الغشاش او ماي جاد كان ده هو الشيكن يو التعادل هيا هيا تعادل تعال لا 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 ممكن تجرب كل مره يا رجل لا 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 كل ما تتحرك اجل اجل دخلتك انت لا 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 بقي هدف واحد بقي هدف واحد يا اجل لا هو مش من هنا يو يو لقد طرت لقد انتهت صحتك لا يا رجل اجل اجل
سبحان الله. نايس 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 نايس. المود مود جيد واللعبة أيضا رائعة. هل تلعب في مرحلة الجحيم؟ لما لا؟ وهورن؟ لما لا؟ سأشرح لك قبل أن نبدأ. عملنا هو حماية أبواب في هذه المرحلة من وحوش تأتي بسرعة ومن ضربة واحدة نقضي عليه. حسنا. طبعا لا نحن لسنا ضد بعضنا البعض لكن تستطيع ضربي. حسنا احرس بابك وأنا أحرس بابي. والباب الذي يفتح سوف يكون الخاسر. حسنا. هو اضرب اضرب. حسنا. يا الكل يهاجمك. يا رجل الكل يهاجمك. تحتاج الى مساعدة. الو اسعى الى هنا واضربهم. تذكرك هذه ب الا تذكرك هذه ب كالف دوتي مود الزومبي؟ مود الزومبي نعم. هذا هو تقريبا بالضبط. يا رجل لا 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 نار علي. لا لا اوكي 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 ساعدوني. يا الله ثلاثة ضربة واحدة. حسنا التسجيل وصل لي 50 دقيقة اعتقد ان هذا يكفي. اوكي لديك كلمة ختامية تقولها صديقي عن هذه اللعبة بشكل عام؟ عن هذه اللعبة؟ طبعا هي اللعبة تحتاج وقتا للتدرب. ليس لا تحتاج بين ليلة وضحاها حتى تتقنها. وماذا ايضا؟ هل تنصحك بها؟ هي مجانية و... هي مجانية نعم. نعم طبعا. بالنسبة لي سأقول لك صريحا لا تحب لا لا احبها كي طبعا انا انجذب دائما لالعاب القصه والعاب الحركه والعاب التي تطلب من وقت ليس وقت طويل بل تطلب منك استخدام عقلك وليس عضلاتك. اوكي انا من النوع انا من النوع المفكر ليس السريع نعم. ما رأيت حتى جميل. عجبتني الشخصيات في اللعبة كل شخصية متأكد أنها مقتبسة من مثل هذه الشخصية التي شيء ما. لوسيان هذه أكيد من بلاد بورن. نعم طبعا. كي يوجد شخصية أخرى رأيتها هذه كالوكس الغول أكيد من عالم لول وورد أوف ووركرافت أعتقد. وهناك ليس بالضرورة أن تكون مقتبسة ربما قد يأخذونها كما هي مثل مثل رومان مثل وقت المغامرة حتى وستيفن يونيفرس موجودين. موجود ستيفن يونيفرس ادخل للستور وسترى. اوكي المتجر. فهمت يعني انهم يصنعون شخصيات حسب الطلب او حسب شهرتها. نعم. نعم طبعا. وهناك حتى شخصيات المصارعة كما رأيت. صح حلبة. صح صح. هناك جون سينا ذا روك يعني. نايس. اوكي لعبة تستحق التجربة بكل الصراحة لكنها ليست من النوعي المحبب كما تعلم. نعم نعم العادي كل شخص ولديه ذوقه الخاص ونحترم هذا. هذه أصدقائي كانت براوهالا. شكرا مجددا صديقي عماد. أهلا وسهلا بك هنا في أي وقت. شكرا. حسنا لا تنسوا دعم المقطع بلايك وأيضا يمكنكم أن تتفقدوا قناة صديقنا عماد فهو رسام جدا بارع لديه بعض المواضيع التي سيتشرف أن يريها لكم. استعدوا لأنيميشن أسطوري لسابريكو. ما هذا ما علي ما هذا ما استطيع ان اقوله. استعدوا لانيميشن يعني مهلا مهلا انا ليس لي خبر بهذا الشيء. هذه مفاجاه حتى بالنسبه لي. هناك نعم سوف اقوم بصنع انيميشن لكن لا اعتقد انه سيصبح مثل ناروتو او شيء ما. اوكي اوكي لا بس اعتبره افضل من سرورز على بعض المهم. نايس نايس. وأزيدك من الشعر بيت. اذهب إلى حسابك في الإنستغرام وادخل إلى الدردشة وسترى بعض الصور التي أرسلتها لك. ستكون مفاجأة جدا قوية. حسنا هيا اذهب. حسنا شباب لا تنسوا دعم المقطع بلايك كالعادة. كان معكم صديقكم سابريكو. في أمان الله.